25 يلعب يوسف رمضان، 20 المغربي عثمان العساس، 14 محمد ياسر المحمدي، رقم 10 فرهاد مجيدي، رقم 24 ليفواري هارونا دنداني، رقم 7 فهد الشمري فهيد، ورقم 18 مرغان الزين. تشكيلة قوية للهلال رغم الغيابات، وفي رأيي وبقناعتي ممكن الإشكال الذي سيصادف الفهود في هذه المباراة هو مسألة قاسم برهان. حارس المرمى عمر جلال الدين، هل هو قد يمشي أرونا يدخل العاجل ليفواري، أرونا يلعب الكرة مرغان الزين، الزين خطيرة صعبة على الهلال، ويدخل القائد أسامة، هو الساوي للتماس. شكل المباراة فيصل بن فهد ليس في الملعب الكبير، فهد الدولي، وبالتالي كرة تمشي مرغان الزين والزين الفرهاد، والمجيدي بيروح كاس الامير، يتقدم ارونا يسدد خطير على الزعيم، خطير على الموج الازرق. وين ايام الموج؟ وين ايام طلاطم الامواج؟ وين ايام الزعيم لما يلهت على طول، يلهت على طول الفريق الهلالي. ينفذ الكرة من عادل هرمش، يمشي عديل باللكنة المغربية، عادل هرمش نيشيمورا يزفر الكرة تمشي لراسية، والكرة الأولى للهلال. الهلال يرد على كرة هارونا، وعمر جلال الدين يقول لا تخاف يا قطريين، لدفاع الغرافة هناك فهد آخر اسمه جلال الدين، يعني أنا. هو يكلم الجمهور، هو يخاطب الإعلام، هو يحاول قصدي النقطة الأول. الثاني سيونغلام الكوري، قلت في كاس آسيا القديم وجديد والهدف جديد، والتسديدة يا ولي السويدي حمصان كان ممكن يحمس الأنصار ويفرع عشاق الزعيم. هذه هي بعض الأرقام للزعيم ونادي القرن الآسيوي والكرة السعودية، لها الحضور الدائم المتميز في كاس آسيا، 4 ألقاب هو الركور بالنسبة للمنتخبات أو الأندية العربية. طبعا الكرة السعودية مرت بفترة صعبة في السنوات الأخيرة، لكن طبيعي طبيعي جدا للزعيم الهلالي يرجع بالكرة. البيشي، البيشي الولي حمصر، خطيرة خطيرة جدا، فرصة الحارس يا ولد يا ولد يا عمر يا جلال الدين يا ولد. الرف عنده شانس والهلال عنده هدف، وعمر جلال الدين يقول لا. عمر يا عمر الدلع يا عمر، اه يا بيونغ، اه يا سو يا ليو، هذه كرة 1-0، هذه كرة تريحني وارتاح، هكذا يقول عشاق الهلال. هل كان هناك تسلل ام لا؟ الشامي شكله كسر له عليه، يلعب احمد علي، كرة تمشي خطيرة والدفاع، والكرة كيف جات خطيرة، فهد الشمري، الشمري يضرب والحارس يقول لا. ممتازة من فهيد في الأخير ترتد للسويدي، وهذا ويلي هامسون يمشي، ويلي 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 يا ويلي يدخل يا ويلي يا غرافة من هامسون، ولكن لا كرة نفس الكرة ستايل من هارونا، هارونا هارونا هوساوي هوساوي بعده، لكن هارونا يتعدى ركنية ضربة جزاء. سنرى ترجع الكرة ثلاثة لهوساوي، هوساوي لبيو، بيو خطيرة وبيو يسجل الهدف، لا كرة غريبة تضيع، كرة قريبة تضيع، الكوري يهدر طريق المرمى في لحظة، النتيجة تبقى خطيرة، والغرافة قادر على التهديف، يمشي بالكرة طويلة خطيرة، وكرة بالراس برا، كرة بالراس برا، هذه خطيرة، هي الكرة للفرج، الفرج يوزع الحارس، كرة كانت خطيرة، الهلال يضغط، الهلال يضغط من جديد، كرة ترجع عن طريق هرماش. هرماش للبيشي، البيشي يتسلطن من جديد، يوزع الاوفر كروس خطيرة، وكرة فيها تدخل قوي والتسديدة يا ولد، والري على لغة الإسبان، كانت كرة من رقم 13 تسجل، ترجع الكرة مرة ثانية، والكرة طويلة، والكرة قريبة، والفريدي يلعب، أحمد الفريدي، الفريدي يبعد، يبعد على العساس، أحمد الفريدي، أحمد الفريدي حط كرة خطيرة لسلمان، سلمان أو نواف، هذا نواف العبد. نواف العابد، نعم هو نواف، نواف العابد، ومش يلعبوا على الكروس، مش يلعب مع سلمان، سلمان لنواف، نواف العابد يحاول، نواف، نواف يعطي كرة لفريدي، لفريدي، لفريدي يحاول يسدد الكرة عادة. السيستم القديم لكأس الأبطال، كرة تمشي طويلة خطيرة والحارس. ممتازة من عمر، ممتازة مرة أخرى من جلال الدين. عثمان العساس يضغط لفريدي، تمشي لجورج كواسي بهدوء، يتقدم جورج، يلعب الكرة لأحمد علي، أحمد علي كرة تخرج قطرية، تلعب الكرة للفهود، الغرافة في باس وكرة طويلة الكروس بعيد على فرهاد مجيدي، خطأ خطأ ضد الإيراني، الحقيقة
ركنية للزعيم. تمشي كرة نواف العابد، الراسية القطرية، والتسديدة ستأتي مغربية. الكرة خطيرة جدا ترجع للدفاع، إثارة كبيرة مش مهم كون الكرة فيها. فرصة أخرى إلى ضربة الزاوية، ركنية. أي إثارة بهذا اللقاء وأي أفضلية للهلال، ولكن بغياب التهديف. أقول الهلال اللي ضيع يقبل، والكرة تمشي لفريدي، والفريدي على القائم الثاني. فرصة بعيدة، خلاص انتهت حكاية شوط سريع وانتهت حكاية فصل مثير. الهلال يضغط، الهلال يلعب في منطقة الغرافة، ولكن الحارس والدفاع ورعونة مهاجم الزعيم تمنع الفريق الأزرق من التقدم بهدف الافتتاح وهدف الاطمئنان لمواصلة رحلة آسيا بيو. الغرافة ما زال في السباق، الهلال